اسمي أمجد علي محمد علي منسي، طالب العاشر المقرر علم الرياضة. لو إن شاء الله مش هندسة إلكترونية عموما، بس إن شاء الله وأي واحد يخش ثانوية عامة، النصايح اللي بوجهها يعني أهم حاجة التركيز، ويبعد نفسه عن السياسة والكلام اللي بيحصل ده وجو البلد خالص، ويركز ويركز في الكتاب المدرسي، ما يكترش يدرس خصوصية. الموضوع سهل يعني، ما هوش صعب زي الناس متوقعة. توفيق.